بينزل بعد المحاضرات بنادي الطب. طبعا ومعانا طبعا موجود يعني، فبيشرفنا النهارده ونقدم الدكتور أسامة رضا. خليتها رضا بقى على الحاجة الجديدة، الدكتور أسامة زاوي رضا. شرفنا النهارده، وطبعا هو متعاون معانا من أول لحظة في النقابة، ومن الرجالة اللي بتساند النقابة، وحاجة مشرفة بالنسبة لنا إن إحنا نقدم أخ وزميل دكتور أسامة عائد من المستشفى المحلي العام، وشرف لينا إن إحنا بس نقدم طبعا وقيمة علمية ممكن تقول تفضل، ومجهود مبذول عشان يراجع معكم الكورسات عند علم سيكولوجي. فشكرا لهم مننا الجمهورة، لهم الشخص والجمهور اللي هو يتعاون معانا، وطبعا مع الأهل. شكرا جزيلا استاذنا الغالي دكتور مدحت دراج. طبعا بشكر النقابه دكتور بهاء توفيق، دكتور مدحت دراج، دكتور احمد السمنودي، وكل مجلس النقابه على المساعده ان احنا نعمل اول ايفنت علمي هنا في النقابه بعد التجديد. انا جيت المكان ده من سنين، ما اقولكوش كان شكله عامل ازاي. تمام. انا حد جه قبل كده؟ طب ما حدش يقول بقى كان شكله عامل ازاي. من درجه ان انا يعني وانا بعمل فرح في سنة 2010 جيت اتفرجت هنا ونقابة المعلمين، رحت نقابة المعلمين. تمام. بس لا ما شاء الله في فرق كبير. تمام. وان شاء الله تبقى فتحة خير ان يبقى في انشطة علمية بعد كده في المكان ده. الميتنج ما فيهوش سبونسر، احنا السبونسر بتوعه. تمام. فمعلش لو الامكانيات قليله شويه. تمام. وكمان لزمايلنا اللي على النت معانا، معلش برضو ايه لو النت ما ظبطش. الفكره بتاعت الميتنج ده ان في ناس كتير مننا ممكن تستيق، راح يجيب اختي من المطار. قلت طب ما تيجي نعمل يوم علمي نجمع فيه الناس اللي عندها امتحانات، انا زهقت من الزوم ومن النت، نعمل ميتنج يبقى لايف نجمع فيه الناس اللي عندها امتحانات، لان في الاخر كله بيشترك ان معظم الامتحانات المصدر بتاعها هو اليو كي جايد لاينز، سواء النايس او الجرين توب، سواء بقى ناس داخله زماله دبلومه ماجستير دكتوراه بورد، تقريبا كله بيذاكر من نفس المصدر هو اليو كي جايد لاينز. فقلت طب ما نعمل ميتنج كده يبقى يوم علمي مفيد باذن الله للجميع، ليا ولكم، انا برضو يعتبر براجع معاكم. ونقول فيه اهم حاجه كده في كل موضوع. بصراحه انا عامل لسته خزعبليه، انا ما اعرفش هل هنلحق نخلص كل الكلام ده ولا لا. يعني انا لو في كل توبيك اتكلمت 10 دقايق قلنا الزتونه يعني تقدر تفهم، سواء في النظري يبقى تمام. احنا احد طرق الليرنينج والتيتشنج طريقه اسمها سنو بولينج. طريقه السنو بولينج دي بيبقى الانستراكتور مش عارف الكانديدتس او الاتندنس عارفين قد ايه عن الموضوع، فانا عامل 2 سلايد اهم حاجه في كل موضوع، ولكن لو في موضوع يعني الموضوع اصلا عايزين تعرفوا اصله جاي منين او تفاصيل تانية عنه، دي فايده ان احنا موجودين هنا النهارده ان احنا ممكن نسال وانا ممكن اتوسع لو احنا عايزين ان شاء الله. تمام. فدي كل الموضوعات اللي مقترحه النهارده، ولو في موضوع مش موجود في دول وعايزين نتكلم عنه في الاخر مفيش مشكله تنور. تمام. هنبدا باول موضوع اللي هو الانترا هيباتيك كوليستيزيس ويز بريجننسي. الاسم ما تقلقوش كل الناس تاخد الباوربوينت. تمام. براحتك مفيش مشكله. تمام. حتى الحاضرين معانا على الفيسبوك لايتي برضو انا هحط البي دي اف بتاع المحاضره على الصفحه بتاعتي بعد ما نخلص ان شاء الله، لان المحاضره بتتذاع. ماشي.
طيب، اول موضوع ان شاء الله هو الانترهباتيك كوليستيزس بريجنسي. القصه بتاعت الموضوع ده، احنا عارفين كتير من الحوامل لحد 25% من الحوامل ممكن يشتكوا من اتشنج اثناء البريجنسي. سلام. طيب احيانا الاتشنج ده بيكون سيفير فيثير الاهتمام. في الحاله اللي زي ده، الحاله تقول انا بهرش كتير بالذات بالليل، بالذات الهرش في البالم والسول، انا هفكر في الانتر هيباتيك كوليستيزس وذ بريجننسي. طيب اعرف ازاي او اكد؟ هبدا اعمل ليفر فانكشن تيست، هعمل اي ال تي واي اس تي وبايل اسيدز. طيب طلعوا نورمال، بس انا لسه شاكك الهرش ده بالزياده عن بقيه تيستات الحوامل. اقعد اعيد اسبوعين، بدا ليفر انزيمز تزيد وبدا البايل اسيدز تزيد، خلاص انا كده الدنيا غالبا ده انتر هيباتيك كوليستيزس وذ بريجننسي. العلامه المهمه عندي موضوع ان البايل اسيدز زادت. طيب احنا النورمال ليفل بتاع البايل اسيدز اقل من 19 مايكرو مول بير لتر. حاله بتهرش والبايل اسيدز اقل من 19، ده جيستيشنال بيريورايتس. تمام عادي، بس لو انا مقلق هقعد اعيد كل اسبوعين لعل وعسى في اي وقت الاقي ليفر انزيمز بدات تبوظ. طيب لو زادت البايل اسيدز، الجدول ده مليان تسعات، ودي العلامة المميزة بتاعته. 19 أقل من 19 نورمال، 19 39 مايلد، 40 99 مودريت، 100 أو أكتر ده سيفير. أسوأ واحد فيهم هو السيفير، لأن السيفير هو الوحيد اللي بيزود ريسك في ستيل بيرس. تمام، بيزود الريسك من 15 أضعاف، لدرجة إن معادل في السيفير اوبستاتريك كوليستيزس او اي سي بي 35 ل 36 اسبوع. انا هولد الحاله بري تيرم بمزاجي علشان بعد كده هيزيد الريت بتاع الستيل بيرث. لو بنتكلم ان في انجلترا ريت اوف ستيل بيرث 5 لكل 1000، مع السيفير اي سي بي طلعنا ل 3.5%. لذلك الولاده لازم تكون على من 35 ل 36 اسبوع. كان الجايد لاين القديم بيتكلم على هو ديوكسيكوليك اسيد. مبروك، ما عادش له اي قيمه. الجايد لاين الجديد قال لك فيستك. مبروك، شغال عليه. فيستك. لا خلاص ما عادش له اي قيمه، ما بيحسنش الاوت كوم ولا بيقلل ولا بيعمل اي حاجه. بقى الانتي هيستامينيك سوسينج ايجنت كلاميل لوشن ان انا اريح الهرش، تحسن الاوت كوم مفيش. اعمل سريع امتى؟ لان احنا مش ٣٨ ٩٩ ده ميعاد الولادة في المودريت، و40 ده الميعاد في المايلد. حركات بقى النت. تمام، فدي مواعيد الولادة في المايلد والمودريت والسيفير. طبعا الجستيشنال ميعاد الولادة العادي خالص ما فيهاش مشكلة طالما ان البايل اسيدز بتاعي ما زادش عن 19. فالسيفير دايما هو الأسوأ. طيب مين اللي اقعد اعمل لها سيريال ليفر فانكشن وبايل اسيدز؟ الجستيشنال بريورايتس لعل وعسى يعلى، يبقى التشخيص بتاعي اختلف بقى اي سي بي. المايلد والمودريت لعل وعسى ايه اللي بيبقى سيفير. السيفير مش محتاج اعمل له سيريال، خلاص انا اتدبست كده كده بقى سيفير، مش محتاج ان انا اعيده سيريال ولا حاجه. الكلاسيك سيناريو في الاي سي بي ان طالما علت ممكن تزيد او تفضل ستاتيك. لو قلت غالبا مش اي سي بي، لو ساعات بتعلى ساعات ترجع نورمال دي برضه غالبا مش اي سي بي، لان ده مش السبب الوحيد اللي يعلي الباير اسيدز. تمام،
امتى اتاكد شبه 100% ان دي فعلا اي سي بي ريتروجريد؟ اما تولد وبعد الولاده على الاقل ب 10 ايام اعمل ليفر انزايمز بطلت تظهر شانس انها ولدت، طبعا في ريسك اوف ريكرنس مع مرات الحمل الجايه من 45 ل 90% ريسك اوف ريكرنس. تمام، ده الالجوريزم بتاعه سهل خالص. تمام، إيه لو السكن اب نورمال هي بتهرش بس في فيزيكلز وبولي؟ لا ده مش اي سي بي، احنا عندنا اتشنج وسكراتش مارك بس. انما لو في سكن ليجن هفكر في سرايسز، إيه هفكر في سكن ايرابشن وسبريك زي البيمفيجويد، زي الاتوبيك ايرابشن، زي البوليمورفيك ايرابشن. فده كان اول موضوع. صح، علاجاته كلها سيمتوماتيك، ما عادش خلاص في رول لليورثوديوكسيكوليك اسيد، وكنا نقعد نقول لو الاوضه ده ما جابش مفعول اديها ريفامبيسين، ما عادش الكلام ده خالص في الجديد. طيب بالنسبه للكونتراسبشن، تجنب الحاجات اللي فيها استروجين كونتيننج، عشان الاستروجين بيزود موضوع الكوليستيزيس، بالذات لو كان جالها كوليستيزيس قبل كده مع كومبايند بيلز. طب استعملت كومبايند قبل كده وما جرالهاش حاجه؟ اوكي، بس برضه هو مش الفيرست لاين. تمام، الموضوع الثاني هو الار بي سيز انتي بوديز. كلنا في اول الحمل بنبعت العيانه تعمل تحليل فصيله دم، نعمل اي بي او وار اتش. طيب طلعت فصيلتها among الاي بي او مش الار اتش، لو طلعت او صح. طيب لو among الار اتش، لو طلعت دي نيجاتيف، دي مشكلتي انا، مشكلتي مع الاو ودي مشكله صغيره، ومشكلتي مع الار اتش نيجاتيف ودي المشكله الكبيره. طيب هي طلعت ار اتش نيجاتيف، الخطوه الثانيه عايز تحليل الزوج. تمام، لان الزوج برضو لو نيجاتيف خلاص 100% البيبي نيجاتيف، مفيش مشكله خالص. طيب لو طلع البي، لو طلع الاب بوزيتيف، انا بقول لهم كده لو العيل طلع لامه ما عندناش مشكله، الدنيا جميله. لو طلع لابوه هنبعت ابوه يجيب حقن ب 1000 جنيه. تمام، 1200 كمان. طيب من المنظور، طيب لو العكس، لو الام هي اللي بوزيتيف ما يهمنيش البارتنر او الهازباند في حاجه خالص. طيب المشكله بتكون ايه؟ مشكله فصيله الدم او مشكله بسيطه اصلا، لان الانتي بوديز اللي بتتكون بتبقى بسيطه وما بتعملش سيفير هيموليسيس. المشكله مع لما يكون الام ار اتش نيجاتيف والبارتنر ار اتش بوزيتيف والبيبي يطلع بوزيتيف زي ابوه، كده الام ممكن تكون انتي بوديز اجينست الار اتش انتيجين. الانتي في اول مره هي اي جي ام، هتعدي للبيبي مش هتعمل له مشكله، مش هتعرف تعدي اصلا لان الاي جي جي هو الوحيد اللي بيعدي. طيب انما في السكند اكسبوجر هتكون اي جي جي، اي جي هو الوحيد اللي بيقدر يعدي ترانس بلاسنتال، هيعدي للبيبي هياخد الار بي سيز بتاعته وتتكسر، البيبي هيحصل له هيموليسيس. البيبي ده لما يتولد بعدها بساعات هيخش في جونز. تمام، انيميا وجونز، هيموليتك انيميا وجونز. طيب نرجع تاني، ان انا في العياده وعملت تحليل فصيله للام طلعت نيجاتيف والبارتنر طلع بوزيتيف، قلت لهم في احتمال ان البيبي يطلع بوزيتيف زي ابوه. طيب هل في تحليل اقدر اعرف 100% البيبي اللي جوه ده ار اتش بوزيتيف ولا لا ولا نيجاتيف؟ 3 فيتال دي ان ايه؟ ان انا اخد عينه من دم الام، الكلام ده من اول 16 اسبوع. تمام، اقدر اعرف بيه البيبي اللي جوه نيجاتيف ولا بوزيتيف، لان لو البيبي طلع نيجاتيف مبروك ما عندناش اي مشكله، البيبي طلع فصيلته زي مامته. لو طلع بوزيتيف هي دي المشكله. طيب هل في تحليل تاني؟ اه، ما انا لما حللت للاب وطلع نيجاتيف خلاص ما عنديش مشكله خالص. لو الاب طلع بوزيتيف عندي احتمالين، ان الاب هيتيروزايجوس او هوموزايجوس. لو الاب هوموزايجوس 100% الواد اللي جاي ده بوزيتيف، لو الاب هيتيروزايجوس 50 50. هعرف ازاي؟ في فيتال دي ان ايه. طيب هما في انجلترا بيعملوا ايه؟ ريح دماغك، ما تحللش للاب. ليه يا عم؟ هما يا سيدي ريح دماغك،
انت ايه اللي ضمنك ان هو ده الاب اصلا؟ ففي انجلترا لا، انسى بقى حكايه الاب الا لو هي متاكده وتقول لك والله العظيم هو ده. تمام، نطلع من حكايه النون باترنتي ان احنا نعمل فري فيتال دي ان ايه من اول 16 اسبوع. تمام، لان لو البيبي طلع بوزيتيف انا كده كونسرنت جدا، لان الانتي بوديز دي لها كات اوف ليفل. الانتي بوديز لها تحليل كوانتيتيف، مش موجود عندنا. تمام، لها تحليل كوانتيتيف. احنا among كل الانتيجنز اللي موجوده على السيرفيس بتاع الار بي سيز، احنا يهمنا الاي بي او، ويهمنا الار اتش، ويهمنا السي سمول، ويهمنا الكي. بالذات الدي كابيتال among الار اتش والسي سمول والكي، انا مسميهم ديسك، كلمه سهله بس نبقى عارفين ان السي سمول دي كابيتال، سي سمول وكي. ليه الديسك دول اهم انتيجنز على سطح الار بي سيز؟ لان انتي بوديز اللي الام بتكونهم اجينست واحد من الديسك دول انتي بوديز جباره. لما تبقى اي جي جي تعدي البلاسينتا وتعمل هيمولوسيس او تمنع تكوين الار بي سيز اصلا. يعني الكي انتيجن ما بيعملش هيمولوسيس، الانتي بوديز بتاعته بتعمل سبريشن الارثروبويسيس، انما دي كابيتال سي سمول هيمولوسيس. الكي ما بتعمل ابلاستيك انيميا للبيبي، انما الدي كابيتال والسي سمول بتعمل هيموليتيك انيميا. تمام، فانا لو الام نيجاتيف والبيبي ده غالبا بوزيتيف او هو بوزيتيف لان عملنا ثري فيتال دي ان ايه، هنقعد نعمل سيريال اسيسمنت للانتي بوديز لان في كات اوف ليفل. سؤال سريع، ليتر دي هو ليتر رقم كام في الانجليش الفابيت؟ أربعة، صح. فلو ليفل وصل لأربعة في دي، في الأنتي دي، لو جاب أربعة ده كده سيجنيفيكانت، كده الأم مجهزة جيش جرار مستعد لمهاجمة البيبي ده إن ما كانش بيهاجمه فعلا. طيب السي سمول، سي 7.5، سي 7.5. الكي 1 بوزيتيف سيجنيفيكانت، مش بعمل سيريال اسيسمنت في الانتي كي. وانس بوزيتيف الام دي ممكن يكون الانتي بوديز بتعدي وعامله انيميا للبيبي. طيب اعرف ازاي البيبي ده عنده انيميا ولا لا؟ هل في حاجه؟ برافو عليك، صح. ميدل سيريبرال ارتري بيك سيستوليك فيلوسيتي لو اكتر واحد ونص مره عن الطبيعي يبقى كده البيبي عنده انيميا. طيب اتاكد ازاي؟ كوردو سينتيسيس، اميوسنتيسيس، ونسحب ونشوف الهيموجلوبين اخباره ايه. لو طلع البيبي فعلا انيميك نبدا نعمل انترايتراين بلاد ترانسفيوجن. تمام، وطبعا اي على حسب الهيموجلوبين ليفل. تمام، احنا الديفينيشن بتاع انيميا على حسب احنا كام سنتايل من النورمال في الجيستيشنال ايج ده. كل جيستيشنال ايج له نورمال هيموجلوبين ليفل في البيبي. تمام، بس لازم نعمل بومبس تيست على اساس هي هما الاثنين، هي والميدل سيرب ارتري بيقول لك ندخل امتى بالظبط. خلص دلوقتي لما يحصل فيه مره ونص زياده عن الطبيعي، ده اللي بيحكم علينا. تمام. الكومب تيست هو ده المتاح عندنا للقصه بتاعت اشوف هل اتكون انتي بوديز ولا لا، ولكن هو هنا مش كوانتيتيف. تمام، يقول لك في ولا ما فيش، ما يقول كمية انتي بوديز قد ايه. بتعملها عند الاسبوع الرابع او تمام، 11 وانت طالع من فوق، متاخر مش هيجيب نتيجه. طيب انت لازم ماشي معاه بالليفل ده وبالكومبس تيست وبالميدل سيرب الارت فري لسه تمام لسه لسه جه مثلا 34 32 اسبوع والميدل سيرب الارت قام شاطح منك خلاص، بيقوم هو اللي بيقول لك خلص بقى، بيبعت الدكتور خلص. تمام طيب حضرتك استلمت ريبورت من معمل قال لك الاماونت بتاع الانتي بوديز كذا. اه كويس جدا، من 1/16 مثلا كده كويس جدا، واحد كويس جدا. كده. هو الجايد لاين مش مستعمل حكايه السيريال دايليوشن دي. تمام، انا حتى ما اعرفش طب اربعه دي تماثل دايليوشن واحد على كام. الجايد لاين مش مستعمل دي مع الديسك، مع الدي كابيتال والسي سمول والكي. انا اقول حاله بس عشان اتفضل. لو قبل حاله ما تقولش ما فيش امل والكلام ده كله، حالتين تبعتهم مع الدكتور احمد عز العرب معايا هنا، لانه كان في وحده الفيتال ميديسن في قصر العيني مع الدكتور احمد الشيخ، وبيعملوا ايه اللي هو التيمت تراين تشينج.
فالمهم حضرتك واحدة طبعا تدخل المحاضرة اللي هي مضروبة زمان اللي متهربة من ليبيا والكلام ده كله، ف خلاص الدكتور انت خدت الطفل اللي حصل له بقى ده حصل له ان هو هيدروكس وتوكل على الله. فالمهم جات لي في الحمل بقى اللي بعد كده قلت لها طيب هنبدا بقى مع بعض نشوف الدنيا. بدات الدايركت فورم ستريس عند ايه 16 اسبوع وبشوف التتر معايا بيعلى ماشي معايا، وكل فيزيت ليا ببعتها للدكتور احمد فايز وعملنا لينك احنا الاثنين مع بعض، فضلنا ماشيين مع بعض انا بالدايركت فورم ستريس وهو بالميدل سيراب لحد ما وصل 34 اسبوع. كان الواحدة وعارف النيرس اللي هناك وفعلا خدوها وعملوا لها هذه 32 اسبوع او 34 اسبوع، فقال لي نخش ولد لان خلاص الموضوع صعب كده هيبقى مشكله بعد كده. فيعني لما عملت الكومبينيشن بين الوحده وبين الميدل سيربرال ارتري عدلت الحالتين. ممتاز تمام. هو انا عن نفسي انا وانس ان الاندايركت تكون بتطلع بوزيتيف، انا من اول ايج اوف فيابيليتي هبدا ان انا اعمل لها ام سي اي، عشان لو طلع بوزيتيف لو بقى اكتر من مره ونص الطبيعي هبعتها فيتال ميدسن علشان يعملوا حكايه الانتراتراين ترانسفير. تمام. البديل الثاني الموضوع الانتراتراين ترانسفيوجن، ان انا لو عارف ان العيان عندها انتي بوديز والبيبي اللي جوه ده احتمال يكون بوزيتيف، ندي هاي دوز استيرويد. تمام. والهاي دوز دي هبقى قايل لها دي هتدخلك في دايبيتس وهايبرتنشن. تمام. بالظبط كان حتى الدكتور ايمن نور الدين ايوه عندهم بيتكلم سنتر في عين بالظبط شمس والحالات ديت بيعرفوا الام قالت له مش مشكله انا هجيلي سكر مش مشكله ماما يعني شفت بقى حد فين بتضحي بنفسها، وفعلا بياخدوا برعه عاليه من الاستيرويد. من الاسترويدز وبتعدي الحاله. هو حتى قال ان نتائج البلاد ترانسفيور نتائج الانترا ترانسفيورن اقل من نتائج الاسترويد، فهو حتى كان بيفضل موضوع طبعا. الاسترويد. تمام. وفي حاجه تانية ممكن اتفضل اضيفها، اتفضل. الست اللي بيبقى عندها انتي بوديز في ايرا طالعه جديده طبعا البلازما فوريسيس، بلازما فوريسيس بحيث ان الست زي اللي هم اللي بيقول لهم الاطفال اللي بيجي لهم المصل فيها مشكله كل شويه تعمل لهم غسيل البلازما عشان الانتي بوديز عندهم لان بيموتوا وبيحصل لهم مشاكل في الاغراض. فبالنسبه للست برضه على 3 جلسات او جلستين اللي هي الحاله ده حاجه بديله بيخففوا بيشيلوا الانتي بوديز كل شويه، طبعا بيبقى بتروح لوحده امراض دم وبتسحب منها الدم بتاعها يخش في الجهاز ويطلع ويتغسل بملح ومش عارف ايه ويخش تاني في السيركل بتاعها، فبتبقى كويسه برضه بديله حاجه بديله. تمام. فاحنا وانس الام اس اي بي اس في باكتر مرقص هبعت في الميدسن هم هناك يشوفوا ايه الانسب عندهم ترانسفيوجن او غيره، يبقى احنا كده ايه حلينا المشكله. بعد الولاده لازم البيبي بيتحلل له حاجه انا مسميها ذهب ذهب، يعني دايركت اكشن تيست هيموجلوبين بيليروبين دي اتش بي. تمام. والبيبي ده زي ما قلنا ممكن في اول يوم من الولاده يدخل في باثولوجيكال جونز لان عنده ريت الهيمولوسيس كان عالي، زائد بعد كده طبعا في انيميا بسبب برضو ايه الهيمولوسيس. طيب الام سي اي بي اس في يتعمل كل قد ايه؟ مره كل اسبوع. طيب عينه انا اديت للبيبي انترا يوتراين ترانسفيوجن اولد على امتى؟ على 37 اسبوع. تمام. ده الالجوريزم بتاع الانتي كي والانتي دي كابيتال وانتي سي سمول، قلنا دي كات اوف ليفل 4 سي 7.5 بالظبط. وانس ان انا وصلت للكات اوف ليفل ده، طيب ممكن تنادي لي البارتنر خلاص خلاص هنعمل فري فيتال دي ان ايه. تمام. لو البارتنر موجود هنحلل له، طلع نيجاتيف كلنا فرحانين، طلع بوزيتيف انت حيرتنا تاني، طب انت هوموزايجوس ولا هيتيرو؟ طلع هوموزايجوس زعلتنا كلنا، طلع هيتيروزايجوس 50 50 ممكن يطلع بوزيتيف ممكن يطلع نيجاتيف. طب احلها ازاي؟ هتعمل فري فيتال دي ان ايه. تمام. حد عنده سؤال في الاي سي بي او الار بي سيز انتي بوديز؟ ان الام تكون فاصلتها او
دي مشكله بسيطه، حتى لو هي او والبيبي اي او بي، حتى لو حصل هيموليسيس مش هيبقى بسيط، سوري هيبقى بسيط مش هيبقى سيفير. احنا بنخاف من الهيموليتيك ديسيز اوف فيتاس اند نيو بورن السيفير. المايلد شويه جوندس وخلاص وهتعدي، السيفير ده اللي ممكن يدخل في هيدروكس وستيل بيرس. تمام، دي برضو مشكله عندنا، ان احنا هنا لو بعت للمعمل تقولي له انتي سي وانتي كي مش هيعرف. ده انت بتبعتي اندايركت كومب، تمام، ومن غير ما بتسالي انتي بودز، شوفي الانتي بودز وخلاص. فهي دي مش فيه، تمام. احنا الاشهر عن سي سمول وانتي كي، البريفلنس بتاعهم اقل بكتير، الموست كومن انتيجن والانتي بودي بتاعه هو الدي كابيتال. ديبيت على الدين، ديبيت على الدين مع حالات الابورشن دوزنج، دوزنج، ديبيت تمام بالظبط. على الدين. تمام، تعالوا نقولها. طيب لو مس كارج اكتر من 12 اسبوع هدي انتي دي، مس كارج اقل من 12 اسبوع هدي لو سيرجيكال، عامل سيرجيكال ايفاكيويشن، او ان العيانه حصل لها ريبيتد بين اند بليدنج. خلصنا المسكارج، نخش على الابورشن. في الابورشن الكات اوف ليفل بتاعي 10 اسابيع، سيرجيكال ابورشن اكتر من 10 اسابيع هدي، اقل من 10 اسابيع وعامل سيرجيكال كونسيدر، يعني ممكن تدي ممكن لا. طب لو عامل ميديكال ابورشن ما تديش، مش محتاجين. طب ايه الفرق بين المسكارج والابورشن؟ المسكارج سبونتينيوس، الابورشن انا اللي عامله بايدي رغم ان البيبي كان جوه بلسيتنج عشان مشكله ما، سواء مشكله سوشيال، سواء البيبي عنده انوماليز، هي عندها لايف ثريتنينج كونديشن، عندها كرونيك ديسيز، كرونيك كاردياك مثلا وسيفير، دول اللي ممكن اعمل فيهم ابورشن. تمام، طيب الاكتوبيك سيرجيكال هدي، حاجه تانية سواء اكسبكتنت او ميديكال، تمام، على حسب هل كان في سيفير بين وبليدنج ولا مفيش. طيب ايه تاني ممكن يخليني احتاج ادي انتي دي؟ المفروض ان في جرعه روتين عند الاسبوع 28، لان ده وقت بيحصل فيه فيسيولوجيكال فيتو ماتيرنال هيموج اصلا. تمام بالظبط، يا اما 1 دوز 1500 او 2 دوز عند 28 و34 المولار بريجننسي. تمام، ده فيه تفاصيل شويه. المول انا قدامي في السونار، لو انا شايف كله فيزيكلز، ده انهي مول؟ غالبا غالبا، طيب لو انا قدامي في السونار في بيبي وفي جنبه مول، ده غالبا ده انهي نوع؟ غالبا برضه. ليه؟ لان الكومبليت اللي انت شايفه كله فيزيكلز وسنو ستورم ابييرنس، ده ممكن لما تعمل هيستوباثولوجي بعد الايفاكيويشن يطلع فيه فيتال سيلز، طلع بارشل ما طلعش كومبليت. طيب وحتى اللي انت شايف ان في بيبي وجنبه مول فهتقول بارشل، لا ده ممكن يطلع توينز، واحد سليم وجنبه كومبليت مول. تمام، فالقصه ايه؟ لو هتعامل يعني باللي انا شايفه في السونار احتدي كله، لان الكومبليت ممكن يطلع بارشل. تمام، فهدي. طيب لو انا استنيت لحد ما ظهر نتيجه الهيستوباثولوجي قالت بارشل ولا كومبليت، الكومبليت مش محتاج، لان الكومبليت ما فيش فيتال سيلز خالص، فما فيش سنسيتايزيشن اصلا، الام مش انتي بودز. تمام، فانا في الامتحان قال لي ولدت، نعمل ايه؟ ادي يا باشا، سواء شكله كان كومبليت او سواء كان شكله بارشل، لان كده كده السونار مش كونفيرماتوري. بالظبط، قال لك هي ولدت واستنينا والهيستوباثولوجي بيقول كذا، هتعامل على حسب الهيستوباثولوجي، كومبليت مش هدي، بارشل هدي. طيب ايه تاني انديكيشن؟ الولاده نفسها انديكيشن، البيبي لو مات انترا يوتراين انديكيشن ان انا ادي، حصل انتي بارتم هيموريدج هدي، حصل بلانت تروما للبطن هدي، لان دي بتبوظ البارير ما بين البلاسينتا وما بين الام. الجرعه قد ايه؟ اقل من 20 اسبوع ادي 250، اكتر من 20 اسبوع 500، زائد كلياور بيتك تيست، التيست اللي بيقيس لي كميه الانتي بوديز قد ايه. احنا الحقن اللي موجوده عندنا في مصر كلها 1500، انما بره في 250 وفي 500 وفي جرعات كتير. دكتور الدكتور ايمن ابو النور بيتكلم في الحته دي، احنا بنتكلم في الدوله عندنا امكانيات ان احنا بنستخدم اللي هي اه العاليه محتاجه جدا 250 ولا 1500. فاهم، انا بالظبط، المفروض
تصنع كذا، يعني الحقنه ال 200 الحقنه ال 1500 دي تكفي ست تكفي حالات مسكارتش، بدل ما احنا يعني ست نراجع حالات الجودة مسكارتش في اقل من الكواليتي. 20 اسبوع بالظبط طب انا لو اديتك المحل عادي، هي انتي بودس في الاخر، مش كده هتكلفة بس. هي مش هتضايق، مش هتضايق في حاجه، هي المشكله ان احنا ساعات بندي جرعه اكتر من المطلوب، يعني حتى الام ولدت انا بدي 500 واعمل بعدها كلياور بيتك تيست اشوف الانتي بوديز قد ايه، لان لو الكلياور تيست طلع ان الانتي بوديز كان 4 مللي فيتو ماتر، سوري كميه الفيتو ماترنال هيموريدج كانت 4 مللي، ال 4 مللي فيتو ماترنال هيموريدج يخلص عليهم 500 انتي دي، يبقى كل مللي فيتو ماترنال هيموريدج محتاج اخلص عليه ب 125 يونت انتي دي. طب التحليل قال لك ده هما 6 مللي وانا مدي 500 فانا عايز 250 كمان. تمام؟ في اندكيشنز برضو ان انا ادي ال 1500 تمام زي الحالات بتاعت ال السلسه الفاش، السلسه الفاش ده اندكيشن ان انا ادي 1500. السلسه الفاج او اسمه سيل سيفر ده جهاز بيبقى موجود في العمليات بحيث البلد اللي طالع الجهاز بياخده، طبعا بلد على فلويد على كل حاجه، الجهاز بياخده بيفلتره ويطلع لك بلد تمام، بحيث انك ممكن تعمل له ترانسفيوجن تاني للام تمام، فده اندكيشن ان انا ادي جرعه كبيره لان انا مدي بلد، البلد ده اصلا يعني خليه من الام على خليه من البيبي فممكن يعمل سنسيتايزيشن تمام. طيب حد عنده سؤال حتى الآن؟ اللي بعده بريست ماس، هو سلايد واحدة وديكم فكرة عن التريتمنت. عيانة جاية لي، سلام عليكم أنا حامل أنا عندي بريست ماس، حاضر هعمل لها اكزامينيشن وابعتها لحد بتاع بريست. طيب بتاع البريست هيعمل إيه؟ أول حاجة هيطلب سونار. طيب عمل السونار لقى ماس، الخطوة الثانية ماموجرام، الماموجرام هيقول الماس دي غالبا بناين ولا غالبا مالجنت. الماموجرام قال لنا للاسف الماس دي شكلها مالجنت. الخطوه اللي بعدها ان انا اعمل تيشو بايوبسي، مش سايتولوجي، مش هاخد شويه سيلز بابره، لا ده انا محتاج حته لحمه من التيومر، حته لحمه بطبقاتها علشان اعرف التيومر واصل لفين وعامل انفيجن لحد فين ونعرف نعمل تيستنج للريسبتورز اللي موجوده فيه. خلاص اتاكدنا ان هو مالجنانت وعرفنا الجريدنج بتاعه، عايز اعرف الميتاستاسيس بقى والسبريد بتاعه واصل لفين. مع الحمل الاوبشنز بتاعتي قليله، انا بس هعمل شيست اكس راي وليفر الترا ساوند. طب لو مش حامل اعمل اللي انت عايزه، سي تي البادي كله، ام ار اي اللي انت عايزه، لو مش حامل اصلا هي مش حالتي، هي هتروح لبتاع جراحه مش ليا انا، انما اثناء الحمل هعمل بس شيست اكس راي وليفر الترا ساوند. طيب الاوبشنز بتاعت العلاج، في عندنا ثلاثه اوبشنز، سيرجيكال كيمو راديو. السيرجيكال هعمله في اي ترايمستر، فيرست سكند ثيرد. السيرجيكال بقى يطلع راديكال ماستكتومي، موديفايد راديكال ماستكتومي، يطلع لمبكتومي زي ما يطلع. طيب بعد ما عملت السيرج دي اعمل لها بقى تجميل ريكونستراكتيف سيرجري؟ طب بتهزر، اما تبقى تولد ان شاء الله نبقى نعمل. فالكوزموتيك احنا بنتكلم في كانسر، الكانسر ده اللي هو انا لو استنيت اللي كان ستيج 1 هيقلب ستيج 2 و3 و4، فبنتكلم في حاجه لايف ثريتنينج كونديشن تمام. احنا عملنا ماموجرام من شويه، عملنا لها ماموجرام وعشان اقلل الريسك بتاعه غطينا البطن بشيلد، وكده كده الماموجرام اصلا بيطلع ريسك اوف راديشن قليل جدا، يعني 0.001 مللي جراي، كلام تافه جدا يعني مش هيأذي البيبي في حاجه تمام. طيب قلنا السيرجيكال روح تعمل بقى تجميل كمان تمام، كان ترايمستر، يبقى لو انا شخصت في الفيرست ترايمستر انا هعمل سيرجري واجل الكيمو للسكند ترايمستر. طيب راديو ثيرابي ما يتاخدش اثناء الحمل، هيتاخد بعد الولاده تمام. كل اللي انا قلته ده اركنوه على جنب خالص، لو الحاله دي ستيج 3 و4 اعمل اللي انت عايزه، كيمو راديو سيرجري تسفرها اللي انت عايزه تمام. يبقى الرولز دي فقط لستيج 1 وستيج 2. اوكي حته برضو مهمه، لو انا جاي لي عيانه هي بريست كانسر سيرفايفر
وكانت واخده قبل كده كيمو ثيرابي. سلام عليكم، انا عايز احمل او حامل، من فضلك روح اعملي لي ايكو. ليه؟ لان الكيمو ثيرابي بتاع البريست كانسر ممكن يعمل كارديو مايوباسي، فانا عايز اطمن على الهارت بتاعها كده ايه قبل ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، ده بيجي سؤال امتحان مثلا في الام ار سي او جي. ضروري يقول لك روحي مركز واعملوا الكيكو تمام، والكلام ده ايكو كله، بالظبط لان ساعات فيه كيموثيرابي بيأثر على الهارت. بالظبط، كارديو ميوبس يبقى تقيل بالظبط او هتتحمل ولا مش هتتحمل. بالظبط وفي حالات تانية برضو لو هما يعملوا حاجه بي اي تي او حاجه بيت سكان. بيت سكان ولا حاجه، لازم الليفر فانكشن تيست والدايبيتس والحاجات دي بالظبط بيجيبوها عشان تتعمل. بالظبط، ولازم هتواصل مع الفريق اللي كان بيعالجها من البريست كانسر. العينه دي عايز تحمل، انتوا رايكم ايه؟ تحمل ولا لا؟ واخر مره جات لكم وتعمل لها اسيسمنت امتى؟ لان لو ده اصلا كان ميتاستاتيك كانسر، ادفايس اجينست بريجنسي. ليه؟ اصلا السرفايفل ريت بتاعها مش حلو، بتاع الست نفسها، يعني ممكن تموت وهي حامل، تولد وتموت، بقى عندنا بيبي من غير ام، ما استفدناش حاجه. تمام، طيب نقطه برضو مهمه، عيانه بريست كانسر اتعمل لها سيرجري وخدت كيمو وراديو وات ايفر، خلصت علاجها، تحمل بعد قد ايه؟ على الاقل سنتين، على الاقل سنتين. ليه؟ اضمن انها ما حصلهاش ريكارنس، لانه بعد ما توقف العلاج ممكن يحصل ريكارنس اب تو خلال 10 سنين، بس انا مش هقولها استني 10 سنين، استنى سنتين بعدها ممكن تحمل. طيب عيانه كانت واخده تاموكسيفين كهرمونال تريتمنت للبريست كانسر، خلصت التاموكسيفين النهارده، ممكن تحمل بعد قد ايه؟ 3 شهور. 3 شهور. تمام؟ طيب انت ليه قلت بعد التاموكسيفين 3 شهور تحمل، والتانيه اللي واخده كيمو وراديو نستنى سنتين؟ لان اصلا كورس التاموكسيفين بياخد 5 سنين اصلا. تمام؟ ولو سنها اكتر من 30 ممكن ينزلوه من 5 سنين لسنتين ثلاثه. فثلاث شهور بس يكون التاموكسيفين راح من الجسم ممكن تبدا تحمل. تمام؟ فدي الرولز بتاعت العلاج. في كلمه اسمها سنتينل ليمف نود بايوبسي. طيب نقول الاول، عايز اعرف في ليمف نود ولا مفيش من البريست كانسر ده، اعمل اكزيلاري اكزامينيشن وبريست الترا ساوند. تمام، طلع في ماس في الليمف نود خلاص، فدي هتحتاج اكزيلاري كليرنس، كله يتشال. طيب السونار للاكزيلا ما فيهوش حاجه والاكزامينيشن ما فيهوش حاجه، انا عايز اتاكد برضو، ممكن اعمل سنتينل ليمف نود بايوبسي، بيحقن صبغه او ماده راديو اكتيف حوالين الماس، الصبغه دي هتمشي في الليمفاتيك فيزل هتروح للدريننج ليمف نود. ما انا احنا عندنا في اكزيلاري ليمف نودز كتير، انا عايز اعرف انهي واحده فيهم اللي مسيطره على المنطقه بتاعت تيومر. عرفتها؟ عرفتها سواء لونها بقى ازرق من الميسيلين بلو، اول واحده خدت الصبغه، او عرفتها انها اكتر واحده راديو اكتيف، اذا دي اول ليمف نود الليمفاتيك فيزل ادت لها، يبقى هي دي الليمفاتيك المسيطره على منطقه التيومر، شيلها اعملها بايوبسي. نيجاتيف الحمد لله مفيش ليمف نود انفولفمنت، طلعت بوزيتيف اكزيلاري كليرنس. بس هما بيعملوا اكزيلري كليرنس مع مثلا سكند ستيج او فيرست ستيج، يعني بيحافظوا على البريست ويقوموا عاملين ايه عشان يشوفوا الريسبتورز برضه، وعليكم السلام ها ورحمة الله وبركاته. بيشيلوا برضه كليرنس للاكزيلري عشان يشوفوا الريسبتورز اللي موجوده. يبقى انتوا بتستوا تمام، هو احنا بالنسبه لنا في البريست كانسر ويز بريجننسي، سؤال برضو سنجل بيست انسر، ايه هو الموست كومن تايب؟ انفيزيف داكتال كارسينوما نوت اذروايز سبيسيفايد، انفيزيف داكتال كارسينوما. طيب سؤال تاني، قد ايه من البريست كانسر الحوامل عندهم ليمف نود؟ تلتهم، تلتهم الليمف نود من ثلاثه افكتد فيها متاستاسيس. تمام، فده قصه الكليرانس والسنتن الليمف نود. السنتن الليمف نود ممكن تستعمل مع البريست كانسر، مع السيرفايكال كانسر، مع الفالفال كانسر. الفكره كلها ان انا بحقن ماده وامشي وراها، لان الماده دي هتمشي مع الليمفاتيك، واشوف مين اول ليمف نود خدت الصبغه او اتلونت باللون او فيها الراديو اكتيفيتي. تمام، احنا في ثلاثه ثلاث مواد شهيره بتستعمل في موضوع السنتينل دي. تمام، واحده اللي هي الميسيلين بلو، والتاني اللي هو التكنيشيوم، وماده ثالثه بعرفها بالفلورسنس باللون الاخضر بتاعها. الميسيلين بعرفه باللون الازرق،
تكنيشيان بعدد جاي اللي وصلها راديو اكتيفيتي. اي سؤال حتى الان؟ دكتور محمود باشا. تمام، اللي بعده، اللي بعده، حد نام مننا؟ حد صحي؟ طيب الموضوع اللي بعده، برونكيا الازمه. هي سلايد واحده ظريفه خالص وسهله خالص. كل علاجات الازمه للي مش حوامل، تمام، مناسبه مع الحمل، مفيش مشكله خالص. تمام، طيب ايه هو الفيرست سكند ثيرد فورث اند فيفث لاين فور برونكيال ازمه تريتمنت؟ وقد ايه من الحالات ممكن يتدهور مني اثناء الحمل؟ لو بنتكلم في برونكيال ازمه عموما، تلتهم هيتحسن مع الحمل، تلتهم هيسوء، تلتهم هيفضل زي ما هو. ايه الاوتكم الغريب ده؟ يسوء او يتحسن او زي ما هو؟ لان احنا اثناء الحمل في برونكو دايليتور ماتيريالز بتزيد وفي برونكو كونستريكتيف ماتيريالز بتزيد، فمين اللي هيكسب؟ هي حظها. تمام، طب لو هي بادئه اصلا الحمل سيفير ازمه، تلتين الحالات دي هيسوء مع الحمل لو بدأ اصلا سيفير. طيب الفيرست لاين هو انهاليشن شورت اكتنج بيتا اجونست، سابا شورت اكتنج بيتا اجونست اللي هو السالبيوتامول، بخاخه السالبيوتامول السالبوفينت والحاجات دي. طيب ما بتتحسنش عليهم، خش على السكند لاين مع الشورت اكتنج بيتا اجونست، زود لونج اكتنج بيتا اجونست وبرضه انهاليشن. يبقى في السكند لاين عندي اثنين ميديكيشن، انهاليشن هما الاثنين، ما تحسنتش. خش على الثيرد لاين، هيبقى سوري السكند لاين بزود فيه انهيلد ستيرويد. طيب ما تحسنتش، هنخش على الثيرد لاين، هتبقى بتاخد ثلاث بخاخات، شورت اكتنج بيتا اجونست، بخاخه ستيرويد، وبخاخه لونج اكتنج بيتا اجونست. والله الحاله متحسنه على الثلاث بخاخات دول زي الفل، كمل عليه. متحسنه نص نص، ممكن تعلي جرعه بخاخه الاسترويد. ما تحسنتش، كنسل اخر واحد انت زودته اللي هو الانهاليشن لونج اكتنج بيتا اجونست زي التوربيتالين، كنسله ودخل مكانه اورال، اورال زي سيوفيلين او ليوكوترين ريسبتور انتاجونست. ما تحسنتش، هنخش على الفورس لاين. الفورس لاين بقى معانا اربعه ميديكيشن، احنا كل لاين في عدد مماثل من الميديكيشن. الفورس لاين بقيت بدي اثنين اورال زي السيوفيلين مع الليكوترين ريسبتور انتاجونست، واثنين انهاليشن اللي هو شورت اكتنج بيتا اجونست والبخاخه بتاعت الاستيرويد. ما تحسنتش، خش على الفيفث لاين، يشوفها بقى حد بتاع شيست وهو هيزود ستيرويد تابلت. تمام، يبقى الفيرست لاين 1 ميديكيشن بخاخه، سكند لاين 2 ميديكيشن بخاخات، ثيرد لاين 3 ميديكيشنز برضه بخاخات، ولو فشلت هشيل البخاخه الاخيره واحط مكانها نوع اقراص. فشل، دخلنا على الرابع باربعه ميديكيشن، اثنين اقراص واثنين بخاخات. فشل، خش على الخامس بقى بخاختين وثلاث اقراص. الاسترويد مع سيوفيلين مع الليكوترين. تمام؟ ده البرونكي الازمه. في ناس ما بتحبش التوبيك اللي جاي ده وبيلخبط، ده اللي هو ايه بقى؟ سيرفايكال سكريننج بروجرام. تمام، الناشونال هيلث سوسايتي سيرفايكال سكريننج بروجرام اللي الغرض منه ان انا اعمل ايرلي ديتكشن للكانسر سيرفكس، لان الكانسر سيرفكس له بري انفيزيف ليجن اللي هو اسمه السي اي ان. في عندنا كام نوع من السي اي ان؟ ثلاثه، على حسب ايه؟ الديبس اوف انفيجن. تمام، مأثر قد ايه من الابيثيليوم بتاع السيرفكس. سي اي ان 1 واخد اقل من الثلث، سي اي ان 2 اقل من ثلثين، سي اي ان 3 اكتر من ثلثين، وكلهم ما حدش عدى البيزمنت ممبرين. اللي هيعدي البيزمنت ممبرين مش هيتعور، هيتحول لكانسر. بقى كده كانسر سيرفكس رسمي. تمام؟ طيب. فهم في انجلترا من اول اي واحده سنها بيجيب 24 سنه ونص يتصلوا عليها. سلام عليكم، من غير سلام عليكم طبعا. تمام، احنا في عندنا حاجه اسمها سيرفايكال سكريننج بروجرام، تعالي نكلمك عنها. تمام، هتيجي هيكلموها عليه البينفيت والريسك. تمام، وكاي سكريننج تيست ما هوش اكيد 100%، فممكن يحتاج بعده كونفيرماتوري تيست. مين بقى الكونفيرماتوري تيست؟ الكولبوسكوبي. تمام،
فهنقول لها مثلا هتيجي للجي بي هيكلمك عليه وياخد السيرفايكال سمير لو هو حد سيرتيفايد. طيب السيرفايكال سمير هتتعمل ازاي عند الجي بي مش بتاع الناس؟ وممكن يعملها ممكن حالة جاية علشان بتعمل ابورشن بنسميها ابورتونستك. تمام طيب راحت للجي بي تمام لايسوتومي بوزيشن بعد الكونسلنج طبعا وكل حاجه والكونسنت وفي شابرون موجود في البراش او السباتولا. دخلنا خدنا السمير. السمير دي كان زمان السمير تتاخد نقعد بقى ايه على شريحه نقعد نخبط كده عشان السيلز تقع في الشريحه ونشوفها بالميكروسكوب، فده كان بيهدر سيلز كتير. ما عادش التكنيك ده بيستعمل، بقينا بنستعمل ليكويد بيزد سيتولوجي، ان انا اخد الابره دي اغسلها فمين كده في ايه في انبوبه، الانبوبه دي فيها فلويد. تمام خلاص شطفتها ولازم تقعد تعملها كده وبعدين تقعد تعملها كده. تمام بتروقها تشطيفه حلوه يعني بحيث اكبر كم من السيلز يقع في التيوب دي يترص تحت. طيب اول حاجه هفحصها ايه؟ انا كده عندي فلويد وفي سيلز مترسبه تحت. اول حاجه هفحصها هو الفلويد. تمام هاخد الفلويد اشوف عندها الهاي ريسك تايبس اتش بي في ولا لا، لان الهاي ريسك تايبس اتش بي في مسؤول عن 99% من كانسر سيرفيكس، فانت لو ما لقيتوش روح الست ما تعملش حتى تيستنج للسيلز مش محتاج. تمام فالقصه بتبدا لو العيانه هاي ريسك اتش بي في بوزيتيف. يعني ايه هاي ريسك؟ احنا الاتش بي في ما شاء الله له اكتر من 120 نوع، منهم لو ريسك تايبس وهاي ريسك تايبس. احنا بنقلق من الهاي ريسك تايبس زي 16 18 31 33 35 39 45 51، بالذات 16 و18 بالذات 16. بس احنا دايما بندور على هاي ريسك تايبس بالذات 16 و18. سؤال امتحان هاي ريسك تايبس اتش بي في مسؤول عن قد ايه كانسر سيرفيكس؟ 99% 99%. طب 16 و18 بالذات 70%. عشان كده 16 و18 دول اللي محطوطين في الفاكسين زي فاكسين جارداسيل 9. تمام احنا مينلي الاهم عدو لينا 16 و18 دول، لان انا مش هقعد اتتبع كل الهاي ريسك تايبس دول كتير. يعني انا حافظ الارقام اعلى منهم بس هم كتير جدا. اوكي طيب طلع الهاي ريسك اتش بي في بوزيتيف، احنا كده عندنا فيرست ابنورماليتي ان الاتش بي في بوزيتيف. دور على الثانيه اعمل ايه؟ عندك سيلز تحت خدها افحص تحت الميكروسكوب شوف الخلايا دي شكلها نورمال ولا فيها حاجه اسمها ديسكاريوزس. ديسكاريوزس ابنورماليتي في السيل. تمام طيب طلعت نورمال السيلز نورمال خلايا طبيعيه خالص الحمد لله. خلاص انا عندي كم ابنورماليتي حتى الان؟ واحده. لو عندها نورماليتي واحده شوفها كمان سنه واحده سهله، تيجي كمان سنه ست كل نعيد السمير تاني. طيب لو عندنا حاجتين ابنورمال يبقى انا كده عندي اتنين ابنورماليتي شوفها بالباينوكلر بسكوب سهله كده. ال HPV abnormal with cytology normal. طيب ال HPV positive والسيتولوجي اثنين abnormality يبقى binocular. انا مزود كلمه binocular دي عشان نفتكر اثنين abnormality مع البينوكلر كولبوسكوب. الكولبوسكوب مين اللي هيعمله؟ بتاع النساء. فالعيان الاول كانت عند الجي بي، الجي بي ده انت عندك اثنين abnormality ال HPV positive وكمان السيتولوجي abnormal، هبعتك المستشفى تروح لبتاع النساء يشوفك في عياده الكولبوسكوب. ودي جوله تانيه. خلصنا الجوله الاولى في الجي بي كلينك.
الجولة الثانية في المستشفى فعدت كولبوسكوب. اتفضل. بص، هو مفيش تيست كده، تمام؟ انا مش هاخد سواب من الفاجينا علشان اتشيك فور اتش بي في. لا، انت بتاخد سيلز وتدور على الابنورماليتي اللي فيها، او السيلز دي تغطسها في فلويد، والفلويد ده اللي يتحلل اشوف هل في اتش بي في هاي ريسك تايبس ولا لا. انما كسواب او سكرينينج فور انفكشن لا. تمام؟ لان ما شاء الله الاتش بي في يعني اكتر من 80% من اليو كي بيبول بوزيتيف للاتش بي في اصلا. تمام؟ و بالذات لو اثنين كلوز سيكشوال ريليشن شيب بقى لهم سنين، غالبا لو واحد فيهم بوزيتيف غالبا الثاني هو كمان بوزيتيف. اتش بي في هو الموست كومن سيكشوال ترانسميتد انفكشن. تمام؟ وانا مش هدور عليه الا يا اما بعمل سكريننج عشان ايرلي ديتكشن اوف كانسر، او ان عيان عندها ليجن وعايز اعرف ده ايه. تمام؟ اوكي. طيب الجوله الثانيه في عياده الكولبوسكوبي في المستشفى، لايسوتومي، كونسنت، شابرون، كونسلنج، نبدا نفحص بالكولبوسكوب. طيب الكولبوسكوب لقى كل حاجه نورمال، امال هم باعتينها ليه؟ الحاله دي مبعوته لي ليه؟ وريني كده يا بنتي الريفيرال اللي جاي. مبعوته علشان في لو جريد ديسكاريوزس وانا ما لقيتش حاجه، قومي يا ست كل الروائح انت كويس. تمام؟ طيب لو هو ما لقاش حاجه بالكولبوسكوب، لكن لما شاف الريفيرال اللي جاي له من الجي بي، انا بعتها لك علشان لقيت هاي ريسك ديسكاريوزس، سيفير ديسكاريوزس، انا هاخد مالتيبل بايوبسي. رغم ان انا كولبوسكوبي قدامي شايف نورمال، حطيت استيك اسيد تمام، وحطيت لوجولز ايودين، ما لقيتش ابنورماليتي. احنا لما ايدينا بيجي عليها ايودين بتتلون بني، لو في حته ابنورمال مش هتتلون بني. الاستيك اسيد بالعكس، الابنورمال تيشو هو اللي بيتلون ابيض، فاسمه اسيت وايت تشينج. تمام؟ طيب لو لا نورماليتي وخد منها بايوبسي، خلاص هتعامل بقى على حسب الابنورماليتي اللي طلعت. طلعت سي اي ان 1 او 2 او 3 او حاجه اسوأ اسمها سي جي اي ان، او الاسوأ خالص لقى كانسر اصلا. السي اي ان 1 لا يعالج. ليه؟ سيبه لمده سنه واعملها تاني تحليل بعد سنه. كبير؟ نشوف في اتش بي في ولا لا، والسيتولوجي اخباره ايه لو الاتش بي في بوتف. سي اي ان 2 و3 بيتعالج. تمام؟ بنعمل ليدز لارج لوب اكسيجن اوف زون، دي الحته اللي بيجي فيها الكانسر اصلا. تمام؟ طيب سي جي اي ان برضه هتعمل لارج لوب اكسيجن ولازم متابعه. 1 مش هعالجها وهتيجي متابعه بعد سنه. السي اي ان 2 السي جي اي ان اسوأ البري كانسرس ليجن، هنا هعالجها وهتيجي متابعه بعد 6 شهور وكمان سنه ونص. تمام؟ ويا ويلها لو طلعت ايه اتش بي في بوزيتيف في واحد من الاثنين فول اب تيست. تمام؟ يعني ممكن توصل لان انا هقعد اتابع فيها 10 سنين. طيب العيانه اللي عامله سب توتال هيستريكتومي، كانت فايبرويد مثلا او بليدنج وعملت سب توتال، تكمل في السيرفايكال سكريننج ولا ما تكملش؟ تكمل علشان في سيرس. طيب التوتال هيستريكتومي عشان فايبرويد، نجيبها تاني تعمل فولت سمير ولا لا؟ توتال هيستريكتومي ما عادش في سيرفكس، والانديكيشن بتاع العمليه ما كانش سي اي ان ولا حاجه، انما اللي انت عامل لها هيستريكتومي علشان سي اي ان لازم تيجي متابعة بعد 6 شهور ناخد فولت سمير. تمام؟ ده كمان ده يعني مرة واحدة بعد 6 شهور، لو بتاع الهيستولوجي بتاع الهيستوباثولوجي قال لي مبروك انت شايل فعلا اليوترس كامل والسيرفكس كامل والمارجن بتاعتي فري ما فيهاش سي اي ان، المارجن يعني اللي حوالين السيرفكس كله نورمال سيلز ما عدا الحته بتاعت السي اي ان اللي انت شايل عشانها اصلا. انما لو قال لي لا ده انا المارجن بتاعتي مش فري، ده انا المارجن بتاع السبيسمن اللي انت باعتها لي في سي اي ان في البريفري، يبقى العينه لسه فيها حته جوه.
دي هتحتاج فولو اب اكتر على حسب هو كان سواء ان 1 ولا 2 و3. نشوف الكلام ده. قلنا دي هيتصلوا عليها بحيث انها 24 سنه ونص، تمام، بحيث هتيجي تعمل لها كونسلنج وتيجي بقى بعدها بست شهور بعد ما تحتفل بعيد ميلادها ال 25 نعمل اول سمير. بعد كده تيجي كل 3 سنين احتفلت بعيد ميلادها ال 50 لحد ما نوصل لسن 64 سنه. تمام، الريجيمين ده بتاع انجلترا. اسكتلندا عامله ديفيشن عنه شويه، ايرلندا عامله ديفيشن عنه شويه، امريكا لها ديفيشن مختلف. تمام، اللي فوق ده هو ده الليكويد بيست سيتولوجي، ان انا اخد ده منظر السن بريب فايل، هو مجهز ومعدل كده. تمام، الميزه كمان ان انا بعد ما اغطس الاي واقعد افركها كده واخبطها كده كذا مره في البوتوم بتاع تيوب، الفلويد هو اللي انا هبدا بيه الاول. كنا بناخد السيلز الاول، دلوقتي قالك لا، انت عم تدور على الفيروس اللي بيعمل 99% من الكانسر، لو ما لقيتوش خلاص ما تدورش اصلا في السيلز. تمام، طيب ده موضوع، انا ممكن اقفل الكاميرا بتاعتي وخلاص علشان او نعمل كده. ده موضوع ان انا عملت السيرفايكال سمير لقيت مشكلة واحدة تيجي بعد سنة واحدة.
الفاكسين حاليا في انجلترا كل العيال اللي سنهم 12 سنه و13 سنه اللي هو جريد 8 وجريد 9 في المدرسه، تمام، في حملات تطعيم للصبيان والبنات اجينست الاتش بي في، والتطعيم حاليا اسمه جارداسيل 9. 9 ده اجينست 9 سيرو تايبس، منهم الاثنين الخطيرين بتوعنا اللي هو 16 و18، ومنهم الاثنين اللو ريسك اللي هو 6 و11. 6 و11 دول اللي بيعملوا الوارت، الوارت اللي هي الكوندايلوما اكيوميناتم، تمام. فاذا الفاكسين بيحمي من الكانسر وبيحمي كمان من الوارت. طيب كانوا الاول بيدوا للستات بس ليه؟ ما هو انا لما ادي الست مش هيجي لها هيبقى اتش بي في، فانا كده حميت جوزها، تمام، ماشي. مش مشكله. انما دلوقتي قال لك يا عم، ما اصلا ما هو في رجاله اصلا، احنا النهارده جمعه والصاله داخله ومبلاش الكلام، في رجاله اصلا مش هيعملوا انتركورس مع ستات، فمش هيبقى كله صبيان وبنات، تمام. فكله صبيان وبنات عند سن 12 سنه بياخدوا جارداسيل 9، تمام. احنا بنبدا عند سن 12 سنه، فلسه مش هتلحق تبقى انفكتد. طيب لو هي فعلا عندها بوزيتيف لواحد من السيرو تايبس، فاكسين اجينست 9 سيرو تايبس، فهيحميها من 8 تانيين، تمام. الفاكسين طبعا ده لا يعطى للحوامل، هو ما بيأديش لاكتوال انفكشن، تمام. كان اللي قبل الجارداسيل 9 كان في جارداسيل 4، بس حاليا هو جارداسيل 9، تمام. لا ممكن عبارة عادي، انما هنا خلينا ايه عشان البوليو. ايوه حلو كده، تسلم، شكرا. طيب حد عنده سؤال عن سيرفايكال سكريننج بروجرام؟ موجود، ممكن تطلبه من الفاكسيرا هيئه المصل واللقاح، تمام. هتديه لمين بقى؟ هتديه لمين؟ ها؟ هتعمل حملة ماس فاكسينيشن؟ بالظبط، بقى روتين في السعودية، بقى روتين في السعودية، بالظبط بالظبط. إنما إن هو يبقى مشروع قومي، هو في السعودية مشروع قومي دلوقتي أول سن 12 سنة، معرفش السعودية بتبدأ عن سن كام، تمام. هي الفكرة في سن 12 و13 قبل ما يبقى التشايلد سيكشوالي اكتيف، لأن في إنجلترا في سيكشوال اكتيفيتي من أول سن 13 سنة. الجارداسيل 9 جرعة واحدة، الجارداسيل 4 كان جرعتين، ولو الحالة جاية بعد سن 15 بتاخد 3 جرعات. معرفش، أنا لسه راجع من بره، معرفش. فاكسيرا ورن عليهم، عندكم ايه تطعيمات ال اتش بي في وبكام وكده ويتوفر ازاي، تمام. لان انت علشان لا هو حمله قوميه للتطعيم علشان يحمي كل الناس، انما هل هجيبه الحاله بعينها عندي في العياده؟ لو وظيفتها تستدعي كده، انما انما كحمله قوميه هو لسه عندنا ما هوش حمله قوميه للتطعيم، مش زي البوليو مثلا. حلو جدا، عشان يحميها من الورد، تمام. ايوه ليه، ما انت بتعمله، ماشي. فيها ديسبليزيا ماشي،
فيها ريت لايت سبيد. تعمل معايا ازاي بقى لو كانت بيوت كده؟ بص، كلمة ديسبليزيا دي معناها إن الخلايا شكلها طبيعي ولكن ترتيب الخلايا مختلف. ده مش أحد الحاجات. اللخبطة في ترتيب الطبقات مش حاجة من الحاجات اللي بيعملها الاتش بي في. الاتش بي في، ثانية واحدة، الاتش بي في بيعمل ديسكاريوزس. ديسكاريوزس يعني إيه؟ هو بيشمل حاجة اسمها أنايزوكاريوزس، بيليومورفيزم، انكريزد ان سي ريشيو، هايبر كروماتيزيا. يعني بيخلي نيوكلاس كبيرة، فسيتوبلازم بقى حته رفيعه حواليه، وبيخلي الخلايا مختلفه في الشكل ومختلفه في الحجم، فمش منها اختلاف ترتيب الطبقات. بالظبط. في الغالب سبب inadequate sample، يا اما انت ما خدتهاش صح، تمام، لان هي لها طريقه لازم تحطها، يبقى الطرف بتاع البراش جوه الكنال والباقي حوالين الاكتو سيرفكس، وتلف على الاقل لفتين ثلاثه ان ما كانش خمسه عشان تجيب كمية سيلز كويسة. طب لو انت اصلا حطيته غلط في ما كنتش شايف، ما حطيتوش صح، او ما لفتش عدد لفات مناسب، هيطلع انادكوت. احيانا برضه يكون انادكوت بسبب العين عندها انفكشن، عندها سيرفاسايتس، العينة كلها ديستشارج، ما فيهاش لا شوية سيلز قد كده، فهيقول لك انادكوت. الانادكوت ممكن تديها علاج للانفكشن وتيجي تاني تعمل السمير بعد 3 شهور. 3 شهور، تمام؟ ده inadequate smear. اللي جاية دي سهلة جدا، لازم حاجة خفيفة بعد السيرفايكال سكريننج بروجرام. طيب، الأربعة كاتيجوريز بتوع سيزيريان سكشن، تمام؟ يعني إيه؟ أنا هعمل كات 1 سيزيريان سكشن، كات 2، كات 3، كات 4. كات 1 دي الموست ايرجنت، دي غالبا يا إما العينة مثلا بتنزف جامد أو السي تي جي باثولوجيكال، فيلا جري على العمليات. اتسأل امتى ان انا اتأخرت؟ لو من ساعة ما قررت قرار القيصرية لحد ما بدأت خدت اكتر من نص ساعة. نص ساعة كتير ولا قليل؟ انا في مستشفى، العيانة في الليبر وورد وهدخلها اخر الطرقة في العمليات، كتير. انت لو شفتي قد ايه التخدير هناك بطيء، لا مش كتير. هناك ده انت بتتعقمي وتقعدي مستنيه بقى الباشا يخلص ويدي السباينال بتاعه، ويقعد بقى يعمل تيست يتاكد ان السباينال شغال، ويقعد يرش سبراي على رجلها يتاكد ان انها مش حاسه بالسقعه بتاعه السبراي. هو موجود، هو موجود. ايه؟ سبراي مش عاوز حساس، سبراي ساقع، حساس سبراي ساقع، عشان لو مش حاسه السقعه بتاعته يبقى فعلا الثيرمال، الثيرمال ريسبتورز قفلت. ابرت يا راجل، ما فيش او ارفعي رجلك، عضلة أليس او ولا ارفعي حاجة. رجلك لفوق. احنا في جد جدا. لا، الموضوع تايم كونسيومنج. احنا هنا ما شاء الله الانستيزيا بسم الله ما شاء الله. ده بيعملها بروح. نعم، مش موجود ايه؟ لا بصي، هنفترض انه موجود، هنفترض ان هو موجود معاكي. احنا في بتاع تخدير مخصوص لاسم الناس اللي هو بيستاتريك انيست تيست، كانوا مقسمينها على قاعد ثلاث معانا. أيام، حاجة كويسة. كانت متقسمة في المستشفى زمان، اه كل شهر دكاترة التخدير تبع قسم كذا. تمام، اه ده قاعد معانا وبيحضر الهاند اوفر الصبح، وقاعد معانا وانا عارف هو فين، واعرف ازاي لو عاوزت ارن عليه. لا هو متاح، هو تاخير في تدخيل العيانه ونقلها للاوضه، ونقعد نعمل حاجه اسمها ساين ان، نقول احنا مين، كل واحد يقول اسمه وداخلين نعمل ايه، والعيانه دي ظروفها ايه، والعيانه هل ليها رغبه معينه في الولاده ولا لا. اه ده عايزه تبوس البيبي قبل، حاضر. ده هي عايزه جزء يخش بعد جوزها كده. اللي يقص الكورد، حاضر. اه والله انا راحت بيه مش عايزه دي في صح. دي. ما بين السباينال وخروج الطفل. طيب بص، اصلا انا مش هقدر اشتغل الا لما اتاكد ان السباينال افكتيف، فدي اللي بتاخد وقت. انا من ساعه ما احط النايف في تايمر بيعد، تمام، يعني على السبوره دكتور اسامه حط النايف الساعه 1 و23 دقيقه، تمام، فتح اليوترس الساعه 1 و27 دقيقه، طلع البيبي الساعه 1 و28 دقيقه، البلاسينتا طلعت الساعه 1 و29 دقيقه. في الغالب من ساعه ما بتحطي النايف لحد ما بتطلعي البيبي من دقيقتين ل 5 6 7 دقائق، ده الغالب.
ده الغالي. السباينال انا قاعد، انا لما يقول لي السباينال افكتيف وشغال بشتغل، ودي اللي ممكن تاخد وقت. تمام، اللي يقعد يدلع في الحاله ويكلمها يفهمها هنعمل ايه، وبعدين يحط التعقيم على ظهرها ويقعد بقى يجرب بالسبراي زي ما قلنا كده، والميد وايف تركب القسطره، ده اللي بياخد وقت. انما فروم سكين لدليفري اوف بيبي ده مش بياخد وقت. تمام، وعلى فكره ولو خد، انت معذوره، انت حد سكيلفول، انت حد سكيلد كويس. تمام، لقيت ادهيجنز خدت مني وقت، هتزود دقيقه اثنين ثلاثه معايا مش مشكله. هو الحاجات اللي بيتعمل لها اوديت، انت في كات وان سيزيريان سيكشن الحاله كانت جوه وعملت نايف تو سكين في خلال 30 دقيقه ولا لا؟ تمام، طيب يبقى كات 1 العيانه لازم تكون في العمليات وافتحها خلال 30 دقيقه، كات 2 خلال 75 دقيقه، يعني سي تي جي سسبيشس بليدنج بس مش سيفير. تمام، دي كات 2 سيزيريان سكشن. كات 3 هقول لها بص احنا هنديك الدكسا النهارده، انت عندك بري اكلامسيا نوت كنترولد، فاحنا هنولد على 37 اسبوع. تمام، او هنولد كمان يومين، هنديك الدكسا وكمان يومين نولدك. انما كات 4 ان شاء الله لما تبقي 39 اسبوع، تمام، ايه تعالي بحيث الميعاد يكون مناسب لينا ومناسب لك. ده كات 4، فمش بنقول ايمرجنسي ولا الكتيف، لا هي كات 1 و2 و3 و4. كات 1 غالبا عشان باثولوجيكال سي تي جي او حاجه لايف ثريتنينج للبيبي او للام. كات 2 في ريسك بس مش سيفير، زي بليدنج مش سيفير، سي تي جي سسبيشس. كات 3 غالبا يومين عشان الدكس. كات 4 ده البيور الكتيف، دي حاله العاده الخارجيه. تمام، طيب العيانه عملنا السيزاريان سكشن، تمام، العيانه didn't pass fellatus didn't open her bowel. تمام، ساعات، يوم، دخلنا في اليوم الثاني ما حصلش الكلام ده، العيانه بدات تشتكي ان في ديستنشن، بطنها بقى بتعلى في ديستنشن، العيانه didn't pass fellatus didn't open her bowel. تمام، والبين ممكن يبدا يزيد بسبب الديستنشن، كده هبدا اشك ان العيانه دخلت في اوجليف سيندروم. اوجليف سيندروم اللي هو اكيوت كولونيك سودو اوبستراكشن، هو مش اوبستراكشن بجد، هو سودو اوبستراكشن، هو الانتستين ما بيتحركش، الكولون ما بيتحركش. الفرق ما بين كلمه اوجليف سيندروم او كولونيك اوبستراكشن فيرسس كلمه باراليتيك ايلياس، ايلياس سمول انتستين، انما الاوجليف الكولون ما بيتحركش، الكولون واقف، الغازات اللي فيه قاعده تزيد، قاعد يدستنت وهي تقعد تصوت من الوجع بسبب الديستنشن ده، اب تو ان ممكن يحصل رابشر سيكم. ليه سيكم بالذات؟ اللارج يعني الديسندنج كولون ممكن يفضي هواء على السيجمويد ويفضي على الترانسفيرس كولون، الترانسفيرس ممكن يفضي شويه هواء قدام وشويه هواء على الاسندنج كولون، انما السيجمويد ورا الي، انما السيكم ورا الي وسيكال فالف، فده اللي ممكن يفرقع. فالسيكم لو الدايمتر بتاعه وصل ل 12 ل 12 سنتي كده ممكن يرابشر فعلا. طيب يبقى انا شخصت اوجليف ان العيانه عندها اعراض وما فات didn't open her bowel و didn't pass fellatus بعد العمليه بتاعتي، فانا شكيت في اوجليف سيندروم. طيب اعمل جنرال اسسمنت فايتال ساينز، اعمل شيست اكس راي، سوري شيست وابدومن اكس راي، لقيت في الابدومينال اكس راي الكولون ما شاء الله قد كده، خلاص انا كده ده اوجليف سيندروم. وعلى فكره الاوجليف سيندروم ممكن تلاقي البريستاليسيس شغال. ليه؟ السمول انتستين شغال، المشكله عندك في اللارج انتستين. هو ايه اللي حصل في اللارج انتستين؟ مع السيزيريان سكشن او مع ولاده صعبه او انسترومنتال ديليفري ممكن يحصل دامج للنيرف سبلاي اللي رايح الكولون، ده يخلي ان البارا سمباثيتك يقل، والسمباثيتك بقى هو الازيد، فالبريستالسيز وقفت. احنا البريستالسيز في الباول عايزه بارا سمباثيتك، فهو لما يقل والسمباثيتك يبقى هو الغالب، ده هيقلل الحركه. فالعلاج مينلي كونزرف ناثينج بير ماوس. تمام، ممكن نعمل نيزو جاستريك تيوب ونأسبيريت السكريشنز اللي جوه، ممكن نجرب الكلام ده يوم يومين، ما نجحش خش على سكند لاين الميديكال النيوستجمين، وانا براكتيكالي ممكن اخش في النيوستجمين من اول لحظه.
تمام خلاص شكيت وفي الاكس راي ابدومين الانتستن قد كده اللارج انتستن، ممكن ندي نيوستجمين افكتيف اب تو 100% فيري افكتيف ماجيك تخدير الاي دي. مش انا ادي بارا سمباسوليتك. لا التخدير مش محتاج عناية. بصي الحالة كله مشكلتها بين والانتستين ديستندد، انما هي فايتالي مش وحشة قوي هيتحسن. بصي بخلي دكتور احمد ربيع اليد هو دكتور التخدير بتاعي ريفرسبل تمام، الفيرست لاين كونزرفاتيف يوم او اثنين ناسنج برماوث تيوب ونشفط، اللاين الثاني لو الكلام ده ما ينفعش لمده يومين ادي نيوستجمين، النيوستجمين ما ينفعش اللاين الثالث سيرجيكال. سيرجيكال يتراوح ما بين ان انا ممكن نعمل حاجه اسمها سيكوستومي تمام، يجي بقى بتاع الجراحه يفتح فتحه في الكولون يفرغ الهواء اللي جوه ده فتحه من جدار البطن، او ريكتال تيوب بحيث تعدل الريكتوسيجمويد شويه فتفرغ الهواء اللي جوه، بس ما هو شويه يحصل ريكورنس تاني فهو مش حل كويس. أسوأ سيناريو ان العيانه تخش في بيرفوريشن في الكولون، ده بقى اللي يسوء الحاله وده ممكن يؤدي لسيبسيز وريسك اوف مورتاليتي. هو قال له دلوقتي بروفلاكتك بعد ما تعمل العمليه والحاله عندك اليوم الاولاني وهتروح برضه، عودها ان هي تعمل تاكل لبان. ده اللبان مشهوره بيقوي الجاستريك بريفاست مشهوره طبعا بالظبط. وبرضه من الخبره لو حاجه طولت وهندي بقى حاجه فلويد ولا حاجه بندي رينجر ومعاه الكالسيوم، ندور على امبول كالسيوم ونحطه. وانت يا رب في حاجه تانية المعده بتشتغل اسمها ايه؟ جاستريك جاستريك ده بتروح اللي هم بيجيبوا النيوستجمين فظيع ماشي. ما انا فاهم ده كنا زمان بنعمله وانبول بقى وخلاص مش موجود خلصنا على دلوقتي كده. بنعملها لا دور موجود بيجاب من العنايه ماشي، بتاع التخدير هجيبه بس من العنايه الكالسيوم مع الرينجر بيجيب نتيجه. تمام امبول الكالسيوم تمام بتاع الاوجليف. واللبان يا بص جماعه، اللبان الفصيل ده اول يوم هو الرقم مش مكتوب، هي عموما ما هيش حاجه كومن فبنتكلم في 1% تمام، بس توقع انها تحصل اكتر لو انت عامل والده ولادة طبيعية متعسرة اللي هو البلفيك بليكسس البيبي هرسها بدماغه تمام، او عامل انسترومنتال ديليفري صعبة دي برضو الانسترومنت ممكن هتبوظ النرفات دي. خلي باشا بروفيلاكتيك تمضغ بالعكس بقى لبان تمام، تمضغ لبان بعد الولادة، الكلام ده بيسرع حركة المعدة شوية. الايرلي فيدنج طبعا ده مهم جدا، العيانه وانس انها خلصت السكشن بتاعها ممكن تبدا وتشرب عادي طالما ما هيش واخده جنرال تمام. نبدا الاول بالشرب من اول لحظه عادي خالص تمام، وانا باكل وانس ان العيانه كويسه ممكن تبدا تاكل واحده واحده طالما انا مش مقلق من حاجه في شغلي او شاكك ان انا خرمت حاجه او عورت حاجه تمام. فالايرلي فيدنج كويس طبعا. لا 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 العكس تمام، فعلا لبان اول ما تطلع وترجع الاوضه هتبقى تمضغ لبان واللي بتروح تبدا تشرب حاجات دافيه اللي بتروح بتنام لجواها عشان بس يعني معلش يعني احنا عليك وحماتها كمان وبتاع والكلام ده ماشي. ماشي اوكي احنا حماتها العزيزه فده الاوجليف سيندروم والفرق ما بينه وما بين كلمه باراليتيك اليوس. في الاوجليف او الاكيوت كولونيك سودو اوبستراكشن مشكلتنا مع الكولون ان النرفات اللي بتغذيه مش شغاله كويس. على فكره ممكن الاوجليف سيندروم يحصل حتى من غير عمليات، بعض الادويه ممكن تعمل كده زي الاوبيويدز، ايه اوبيويد المخدرات ممكن تعمل الكلام ده. الاوبيويد ممكن تعمل كولونيك سودو اوبستراكشن تعمل اوجليف سيندروم. فالحكاية مش بس يعني مثلا المورفين والحاجات دي، المورفيا والحاجات دي بتعمل كونستيبيشن يعني. تمام، فهو مش لا ده حتى لو مش سيرجري عينه واخده اوبيويدز بين ريليف لاي حاجه ممكن يعمل الكلام ده تمام. الفتره دي حصل ربع ساعه نلحق ناخد حته صغيره في الكونتراسبشن ونكمل بعد الصلاه. حد عنده سؤال حتى الان؟ حد صاحي لسه؟ طب الحمد لله. طيب نبدأ
معلومات صغيرة عن الكونتراسبشن. طبعا المحاضرة أنا مسجلها أوديو، والمحاضرة حاليا بتتذاع على الفيسبوك لايف، وفي طبعا ريكوردنج، ريكوردنج هحطه على اليوتيوب إن شاء الله، والبي دي إف هبعته لكم. تمام. طيب فيلير ريت بتاع ديفرنت كونتراسبتيف ميثود، حد حافظ الفيلير ريت بتاع الكونتراسبتيف ميثودز كلها؟ انا حافظه. تقول احفظه سهل خالص، تعال ناخد دي الهاند ريتن دي. لا سيبنا مش شريحه صعبه دي، خدي الشريحه السهله دي، دي سهله. One male vasectomy. Two Demba Myrina. Three Bob Scocks. Five female. يبقى one male. Five female. يبقى راجل وخمس ستات، مش ست ستات. تمام؟ Six IUCD. طيب نطلع من هنا ان البوبس والكوكس نفس الافكاسي، لان في اشعه مغرضه بتقول ان البوبس اقل فعاليه من الكوكس. لا لا لا، ده هما نفس الفيلير ريت، 3 في الالف كل سنه. الحاجة التانية، المايرينا أشطر من الأي سي دي. الفيليا ريت هنا 2 في الألف وهنا 6 في الألف، فالمايرينا أشطر. تمام؟ وأشطر وسيلة هرمونال هي الإمبلانون. ربع ساعة عشان نصلي إن شاء الله. تمام؟ كده حفظنا الفيليا ريت بتاع الكونتراسبشن. نخش على الليفل التاني بقى، الميل فازيكتومي أشطر ولا الفيميل ستيرلايزيشن؟ الميل فازيكتومي صح، الميل واحد في الألف، الستات خمسة في الألف. طيب ده الميل فازيكتومي كمان لو عمل سيمن اناليسيس بعدها بثلاث شهور بعد العملية وتحليل السيمن طلع ازو، مبروك الفيلير ريت قل كمان، كان واحد في الألف بقى نص في الألف، بقى زي مين؟ بقى زي يعني الميل فازيكتومي متأكد بسيمن شوينج ازو سبيرميا هاز سيم فيلير ريت لايك امبلانون، فستيل امبلانون هو كينج بصراحه. تمام. لو احنا مستعملين اللابروسكوبيك ستيرلايزيشن بالكليب بالدبوس بالدباسه، تمام، الفيلير ريت بدل ما هو 5 في الالف كل سنه، ده هيبقى من 2 ل 3 في الالف في 10 سنين، عيله قوي. تمام. ده احنا اما نيجي نقارن كمان الموديفايد بوميوري اللي احنا بنعملها، ان انا اخد لوب من الازمس واقطع واقص واكوي واخد الغرزه، بالمقارنه بالكليب، الكليب مور افكتيف. تمام. الكليب كمان في ميزه تاني، في ميزه تانيه ان هو بيعمل افاسكولاريزيشن ل 2 3 مللي بس في التيوب. العيان لو جت بعد كده انا عايز اشيل الكليب واحمل، هنقص ال 2 3 مللي دول ونعمل انستموزس، بس اقول لها الله اعلم بقى هتحملي ولا لا، ولو حملت هيجي لك اكتوبك ولا لا. ممكن يحصل ريكانالايزيشن كتير. ما انت حتى لو شفتها نفسها ما زال برضو الحته اللي باقيه دي، ربك لما يريد بقى، ربك لما يريد. لا 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 لا. تمام. كده حفظناها. يبقى عندي وسيله بير 10000، وسائل كتير بير 1000، واحد واثنين وثلاثه وخمسه وسته،
واحد ميل، اتنين ديمبا مايرينا، ثلاثة بوبس كوكس، خمسة فيميل، وستة اي سي دي. حفظناهم كده كلهم. الكلام ده بير 1 يير. لو في الامتحان غلس عليك وقال لك طب بير سنتين هضرب في اتنين، بير ثلاثة هضرب في ثلاثة. تمام؟ ممكن يكون بقى هو مغلس عليك عشان في ستادي اتعملت على 3 سنين طلعت رقم مختلف. بس انا مش هقعد احفظ بقى كل حاجة، انا حافظ بير سنة وبضرب في عدد سنين وخلاص. كتر خير الدنيا. طيب هي المين ميكانيزم اوف كومبايند بيلز؟ شغال على الاوفيليشن، عشان كده بتاخد اسبوع على ما تشتغل، على ما تعمل نيجاتيف فيدباك وتوقف الهايبوسلامو بيتوتري اوفيريان اكسس. دي نفس الطريقه شغال بيها الدمبا، نفس طريقه الامبلانت، نفس طريقه نوعين من البوبس، الدروسبيرينون بوبس والديزوجستريل بوبس. احنا هنا في مصر عندنا ديزوجستريل بس ما عندناش دروسبيرينون بوبس، بس هي موجوده في يوكي. الدروسبيرينون موجوده صح، اسمها ايه هنا؟ دروسبينيت. ممتاز، دروسبينيتا. جميل، اوكي. كلهم شغالين ان هم يسبريس الهايبوسلام والبيتوتري اوفيريان اكسس. طيب البوبس العاديه زي ليفونورجسترال شغال على السيرفايكال ميوكس، وده مفعول بيحصل في يومين. فلو عيانه جوزها جاي كمان 3 ايام من السفر، اديها دروسبينيتا ولا اديها الليفونورجسترال العادي خالص بتاعنا؟ الاسرع، الاسرع هو الليفونورجسترال، التاني بياخد اسبوع على ما يظبط السيرفايكال ميوكس، على ما يسبرس الاكسس. تمام. طيب الاي يو سي دي شغال ان هو بيعمل انفلاماتوري ميديا في الاندوميتريال فلويد، ده بيغلس على السبيرم ان هو يعدي. طب لو السبيرم عدى وصل للتيوب وعمل فيرتلايزيشن، طب ما انتش مزروع بالبلاستوسيست او المولولا بتاعتك، مش هتتزرع. ودي الطريقه الثانيه ان هو شغال كاميرجنسي كونتراسبشن، يعني ممكن العيان حصل انتركورس ومش واخده وسيله وتجي اركب لها لولب، اللولب بيزيل اثر اي انتركورس. اوبس، بتاخد الحاجات اللي في اول اسبوع على ما تظبط الهايبوسلام وبيتري اوفيريان اكسس. الاي يو سي دي مش بس وانس انسرتد اتس افكتيف، ده افكتيف ريتروجريد اسبوع. البريجنسي ممكن يحصل في عن فسيولوجي، الفسيولوجي يحترم، ولكن ثيوريتيكالي الحمل ممكن يحصل في اي يوم في الدوره. تمام. في سوبر سبيرم ممكن يقعد لحد اسبوع ويعدي اسبوع كمان. كومون از كومون، كومون از كومون طبعا. حددتش احنا في الاتش دي جي الانتر كورس، يعني ما تقولش في اليوم الفلاني هتاخد، لازم تعمل ايام قبلها وايام بعدها يعني احتياط. وبعدين صح، تفضل قول يا باشا. يعني احنا بنستعمل الحقنه بتاع الاتش تي جي
ونقول لها ايه انت بس بعد 36 ساعه ويبقى خلاص كده الموضوع انتهى. لا، المفروض قبلها بيومين او حاجه او ثلاثه حتى. للست لو الوسيله دي بالنسبه لها سكور واحد او اثنين، ومش هديها لو الوسيله دي بالنسبه لها سكور ثلاثه او اربعه. طيب انا اعرف ازاي بقى كل وسيله واخده سكور كام؟ مع الدايابيتس، مع الهايبرتنشن، مع المايجرين، مع اللي جالها مولر، مع اللي عندها براكا جين ميوتيشن، مع اللي عندها بريست كانسر، مع اللي كان عندها بريست كانسر. لا، ده في جدول طويل عريض اسمه يوكيميك بيتكلم على كل ايتم ممكن يجي في بالك، والوسائل الاساسيه اللي هو الديمبا والمايرينا والاي يو سي دي والبوبس والكوكس سكور كام بالنسبه لده. تحصل كتير في العياده، اضطر افتح اليوكيميك. عيانه بتقول لك انا جالي دي في تي، هيستوري اوف كانسر. لا لا، هطلع اليوكيميك بقى، انت عندك كذا كوموربيديتي، اطلع لحد ما ربنا يكرمني يمكن الاقي لك وسيله واخده سكور 1 او 2 لو ما لقيتش 1. ما لقيتش 1 و2 خلاص بقى ممكن اضيع كام دم. جوزك بقى ايه يعمل اللي هو هنا مش اوبشن يعني. تمام، وستيرلايزيشن هو ان اوبشن برضه، ان انا اعمل لها هي تيوبال ستيرلايزيشن. سلام عليكم يا دكتور، انا باخد الكومبايند بيلز ونسيت برشامه. ولا يهمك، عفى الله عما سلف، مش هي برشامه امبارح؟ اه خديها النهارده، وبرشامه النهارده خديها برضه، شكرا خلصنا مش أزمة، عفى الله عما سلف. تاخد، إن الله يحب التوابين، هتاخد النهاردة حبيتين القديمة والجديد بالظبط. طيب عيانة بقى جاية تقول لك بص أنا نسيت حبيت امبارح، وأول وأول وأول، يا نهار أبيض بلاش ام الوسيله دي، نشوف لك لولب وخلاص. طيب لا انا عايز الوسيله دي. طيب احنا مبدئيا انت نسيتي كام قرص؟ واحده اللي هو نطبق فيها ان الله يحب التوابين وخلصنا على كده. لا ده انا نسيت اكتر من واحده. طب تعالي بقى، كونك انك ما خدتيش الاقراص كذا يوم، تمام، رقم واحد انت بوظتي السبريشن بتاع الاجز اللي احنا عاملينه. فرقم واحد انت محتاجه لو حصل انتر كورس خلال الايام اللي جايه هتستعملي كاندوم، لان الاكسس بدا ينشط تاني، الهايبو سلامو بيتر اوفيرين اكسس، وممكن يحصل لك تبويض. يبقى رقم واحد كاندوم لمده اسبوع. رقم اتنين خدي قرص من اللي نسيتيهم والقرص بتاع النهارده. يبقى النهارده هتاخد قرصين، واحد من القدام وبتاع النهارده. الحاجه الثالثه هسالها بقى، طب انت نسيتي الاقراص اللي رقم كام في الشريط؟ احنا الشريط فيه 21 قرص، اول سبعه تاني سبعة تالت سبعة. تقول لك ده أنا نسيت في أول سبعة، يييي ده أسوأ سيناريو، لأن أول 7 أيام في الشريط بتاع الإقراص هم دول اللي بيقولوا يا هادي وبينيموا لنا الأكسس. يعني لو المشكلة حصلت في الأسبوع التاني أو التالت المشكلة أقل، لأن الأكسس نايم أصلا شوية. إنما أنت لسه طالعة من الهرمون فري انترفال اللي ما كنتيش بتاخدي فيه حاجة وتلخبطي لي في أول أسبوع. طب قولي لي، هل انت حصل انتركورس سواء في الهرمون فري انترفال او في اول اسبوع؟ حصل، يبقى احنا محتاجين ايمرجنسي كونتراسبشن. هتقول لك لا ما حصلش، الحمد لله، يبقى احنا كده خلصنا بالنسبه لك. طب العينه اللي نست ولخبطت، احنا بنتكلم اكتر من قرصه نسو في الاسبوع الثاني، الحاجتين اللي قلناهم كاندم لمده اسبوع
قرص من اللي فات وقرص من النهارده ولا شيء. ليه؟ انت انتظامك اول اسبوع في القراص نايم لنا الاجهزه، فده حماكي من اللخبطه اللي حصلت. طيب عيانه لخبطت في ثالث او اخر 7 اقراص من الشريط، كان ضم اسبوع قرص من اللي فات، القرص الجديد زائد هنكنسل الهرمون فري انترفال، يعني انت كنت بتريحي اسبوع بعد القراص، مش هنريح، هنلبس في الشريط اللي بعده على طول بعد ما نخلص شريط الحاجه. تمام؟ ليه؟ لان انا هي لخبطت في اخر اسبوع، هاجي اديها هرمون فري انترفال كمان؟ ده انا كده بقول الاجهزه انتعش. يعني ايه؟ اوقف ايه؟ تمام. لا احنا الريجيمين بتاع الكونتراسبشن مفيش ريجيمين بيقول لك خدي اسبوعين بس او خدي 15 يوم او 16 يوم او 17 يوم، احنا 21 يوم اون ثم 4 ل7 ايام اوف. ملناش دعوه بدي، دي قصه تانيه، دي قصه تانيه، دي قصه اب نورمال او بروبلماتيك بليدنج مع كونتراسبشن، دي السلايد اللي بعد الجاي. كان ضم اسبوع، قرص من اللي فات زائد القرص الجديد، وكملي الشريط ده خلصيه، وهنكمل بعدها شريط جديد على طول من غير هرمون فري انترفل. هنوصل، هنوصل المره دي. حاجه زي كونترا بلان او حبيتين مع بعض، او حبيتين مع بعض زائد، وعليكم السلام ورحمه الله، زائد قرص من القديم والقرص الجديد وكان ضمن لمده اسبوع زائد الامرجنسي كونتراسبشن. مفيش انتر اكشن، مفيش. وطبعا هقول لها ان هيحصل بليدنج. تمام. انا العيانه هقول لها خدي بالك الدوره الجايه ممكن تلخبط وما تجيش في ميعادها، خدي بالك الدوره الجايه لو اخرت اعملي اختبار حمل لان الافيكاسي ليست 100%، احنا اكتر من 95. تمام؟ ما هو السبوتينج سببه اللخبطه، ما هو السبوتينج سببه اللخبطه، فانا هعالج اللخبطه. هي طبيعي اي واحده بتاخد وسيله هرمونال ولخبطت هيحصل نزيف، هيحصل نزيف هيتحسن في الغالب. حاضر. في الغالب احنا خلال 3 4 اسابيع الهرمونز رجعت على التاني، الدنيا رجعت اتنظمت، بقينا ماشيين 3 اسابيع اون واسبوع اوف، هترجع تظبط. ما ظبطتش، لا ده الحاله دي كده عندها ابنورمال يترن بليدنج، اعمل انفستيجيشنز بتاعتي. ما دي لازم هتلخبط. تمام. خطأ شهير في الامتحانات ان هو في الامتحان يقول لي عيانه نسيت قرص في الاسبوع الثالث. ثانك يو. هو قايل كلمه الاسبوع الثالث او الثاني او الاول دي عشان تقولي اه كنت في الاسبوع الاول بديها ايمرجنسي كونتراسبشن، في الثاني مش بعمل، الثالث بوصل للشريط اللي بعده. لا هو قايل عشان يلخبطك اصلا. هو مسد وان بيل سهله جدا، قرص اللي نسيتيه خديه وخدي القرص الجديد، خلصنا على كده. طيب عيانة جاية بتقول أنا مركبة لولب مش حاسة الفتل. تمام. هعمل اختبار حمل، هفحصها الأول أشوف الفتل موجودة، ممكن تكون موجودة ومتنية. آه أنا خلاص آخر سلايد إن شاء الله. تمام. بتقول أنا مش حاسة الفتل بتاعة اللولب. طيب هنعمل اكزامينيشن اشوف الثريدز موجوده ولا لا، لو موجوده خلاص هطمنها، لو مش موجوده هنعمل سونار. تمام. هو عشان في انجلترا كمان عشان ابعتها للسونار هتاخد كام يوم على ما تروح وبعدين ترجع لي تاني؟ انا هبدا كمان وسيله تانيه، يعني هديها ايمرجنسي كونتراسبشن لو كان حصل انتركورس،
وابدا وسيله تانية على ما تروح تعمل سنار وتيجي. القصه دي ممكن تاخد لها اسبوعين ثلاثه، انما هنا انا هعملها سنار في العياده، فهقوم اعمل السونار. نعم طيب، عملنا السونار لقيته انترا يوتراين، ما عنديش مشكله، هقول لها بس لما نيجي نشيله، لما منين ما تحبي نشيله هيبقى شيلته صعبه شويه، ممكن استعمل الات زي ارتري فورسبس، زي الكروكودايل او الهيستروسكوب حتى. طيب عملنا السونار ما لقيتش اللولب، الخطوه الثانيه هعمل اكس راي ابدومين وبلفس. طيب في الاكس راي ما لقيتش اللولب، يبقى وقع. طيب لقيت اللولب، يبقى كده برفوريشن. برفوريشن يبقى محتاج ان هو يتشال، وده مش ايرجنت. نجهز لي الكتيف لابروسكوب منين ما تحب ومنين ما انا احب، الموضوع مش ايرجنت خالص، نبقى نعمل اللابروسكوب ونشيله. الغريب بقى ان وانس ان انا شلته تمام، ممكن اركب لها لولب تاني بس بعدها بثلاث اربع اسابيع. تمام، ولو القصه ان انا بالاكس راي كمان ما لقيتوش، فهو اصلا وقع، ممكن يكون نزل مع اي دوره، ممكن اركب واحد جديد على طول. تمام طيب، حد عنده سؤال في اللي قلناه حتى الان عشان هناخد بريك للصلاه؟ هو هيتشال بلابروسكوب لكنه مش ارجنت، مش ارجنت. ممكن في المومنتم، ممكن ساعات بيخرج من تيستن للاسف. زي ما قلنا على حسب، هي كده نسيت كذا حبايه. تمام، شوفي يعني نسيت كام حبايه. تمام، وعلى حسب الاسابيع، الاسبوع الاول ولا الثاني ولا الثالث، قرص من القديم، القرص الجديد، كان ضم اسبوع. لو احنا في اول اسبوع حتى لو حصل وزرو، لان وارد يحصل وزرو. تمام، انا السيتي مش ان انا هعالج الوزدرو، اللي هو كده كده الوزدرو اللي هيظبط مع انتظامنا تاني مع ضيف الهرمون. عندنا، ضيف عندنا، انا مهمتي برضو انها ما تحملش. الضيوف، الضيوف ده، انتوا ضيوف عندنا، انتوا ضيوف، انتوا خدتم، خدتم اللي ما خدش يا جماعه، خد يا ماما، خدت، اتفضل. لا، الافضل خلينا بحيث يبقى العيانه ماشيه ان على الاقل بتاخد الهرمون الكونتراسبشن 3 اسابيع، لانك لو لخبطت في القرص 16 وقفت على كده، مفيش حاجه بتقول ان انا ادي 16 قرص بس هرمونال كونتراسبشن. كل البروتوكولز بتاعه الكومبايند كونتراسبشن على الاقل 3 اسابيع. احنا في عندنا كذا بروتوكول، في عندنا 3 اسابيع اون واربع ايام اوف، او 3 اسابيع اون اسبوع اوف، او ان انا ادي اكتر من 3 اسابيع لحد ما العينه يجي لها بريك ثرو بليدنج وليس ويزدرول بليدنج. بليدنج نزل قعد 3 4 ايام، خلاص وقف، اديها بريك من 4 ايام لاسبوع وارجع ابدا تاني. ده زي الحالات اللي عايزه تروح تعمل عمره وتيجي، ممكن تفضل ماشي عليه لحد ما يحصل بريك ثرو، بس مش اول يوم بريك ثرو توقف، اصبر يومين 3 4، اه ده فعلا بقى استابليش، ده خلاص بريك ثرو وقف. تمام، دي الريجيمنز بتاعت الكومبايند كونتراسبشن. ما فهمش ولا واحد بيقول ان انا ادي كومبايند اقل من 21 يوم. طب لو العينه تستعمل سكين باتش، السكين باتش بتقعد اسبوع، يبقى 3 باتشات ثم راح اسبوع، 3 باتشات ثم راح اسبوع. طب اللي بتستعمل نوفا رينج اللي هي الفاجينال كومبايند رينج، بالظبط، هي بتقعد 3 اسابيع واشيلها اسبوع، احط 3 اسابيع واشيلها اسبوع. والله على حسب، ممكن تمشيها على كومبايند. نعم، ممكن تمشيها على كومبايند من اول السايكل دي، يعني هي هتسافر تعمل عمرة في اليوم ال20 من السايكل. لحد ما تروح وتيجي، بالظبط. لو وممكن برضو في السكند هاف اوف سايكل ادي بروجستيرون لحد ما تسافر وتيجي. بروجستيرون مفيش ايه، مش ويزدرول،
بص، انت عارفه ان اي هرمونات بتتاخد ممكن يحصل معاها بليدنج. تمام، دي السلايد اللي جايه اللي هي دي بروبلماتيك بليدنج ويز كونتراسبشن، دي بعد الفاصل ان شاء الله. خلال الاسابيع بسيطه، احنا السكشن انت ممكن بعد ما تعملي سكشن، تمام، خلال اول يومين تركبي لوب، يا اما ما عملتيش اول يومين، خلال اول يومين لو ما ركبتيش في اول يومين استنى 4 اسابيع، فالود هياخد له اسبوع اتنين مش اكتر من كده. وهتخرم وتعدي من نفس الخرم. تمام. الصلاة بس تاني إن شاء الله، ونرجع تاني نتقابل بعد الصلاة إن شاء الله. تمام، السلام عليكم.